السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم راح نوريكم كيفاش نديروا باش نغطيو لي بوت تاعنا على فصل الشتاء هذا. نجي اللي عنده لي بو هكايا، يعني نوريكم طريقه ثانيه باش نديروا نغطيو. اللي عنده لي هكا كيما هذا، يعني انا ما فيش طلب، بصح انا جبت واحد باش نوريكم كيفاش ديروا تغطوه كيما هذا. حنايا جبنا بدون تاع السعيده، شوف كيفاش قطعناه، ما نقطعوش منه، ما يجيش هكا جيراتي هكا. ونبداو نسطفو هذا قدام هذا. كيفاش نديرو؟ نجيبو الشكارة كيما هذا. هنا قلنا يعني ما ماشي لازم تروحي تشري باش ولا وتغطيه، لا الشكارة كيما هذا اللي هم موجودين عندك، ولا مكانش غطا صاشية. ها وريكم الطريقة هذي، صاشي قبل. ها هنا ندخلو هكا هكذا، هذه الطريقه الاولى. ما تنساوش تنقبوه، وكي تجي سميشه تقلعو. دوكا حنايا باش دكو واحد ديري في ساشي، لا نجيبو شكاره كيما هادي هكا. بلا راهي مبلعه، هنا راهي مبلعه، هنا راهي محيوله. نجيبو واحد الخمسه ولا سته كيما هادو، معمرين بطلبه وغارسين فيهم. نبداو نحطو الطريقة، يعني أحسن الطريقة الأولى، حتى ولا كان عندكم واحد ولا ندخلوه. شوف يدخل يجري ونسدفو. ندير واحد الحالوت هنايا، يجو ها كبير، يجو واحد السبعة ولا هذا قدام هذا، وديرو نقع هاكا وتذوق بيه. وكي تشوفي السخانة جات، يعني تحبي تخرجي من السخانة، تبداي تخرجي بالواحد يعني بكل سهولة، ماشي ما تخافوش. هكا. وكاين ثاني طريقه اخرى، اللي عنده ما عندوش كيما هادو، عنده واحد كيما هذا يبغى يستني يغرس فيهم الزريعه. حنا نجيبو ثاني صاشي، هنا عندنا هنا زيت، ها يكون كبير، ها زوهم هكذا ونشدوهم من هكا وزيرو عليهم، زيرو عليهم باش ما يديهمش الريح. هنايا نشدو من هنا هكا، ونزيدو نشدو من هكا. ما ننساوش نثقبوهم، لازم دايما يكون بيهم هكا. وكي تحبو تقلعوهم هكا العشية غير منا هكا، من ناحية غير منا هكا، ها ومنا ثاني هكا. يعني هذي حاجة هامة جدا في الزراعة، ما تنساوهاش، وخاصة القيب والشريط شربوه مرة في السمانة. هو هذا الساشي يطلق البرودة، تولي راميديتي فيه من السخانة، استغفر الله من البردة، تولي كي من البرد كي نغطوه تجي سخانة، دي راميديتي دايما تقعد التربة دايما مشمخة، يعني ما تكثرولوش الماء بزاف. وما تنساوش ديروا لي جيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.